أحلى لحظة بهالرحلة بالنسبة إلي. ليك نانديش، قلي شو بتحب أطلب لك فطور؟ أنا نقيت نص صحن الفطور على ذوقي والنص الثاني على ذوق بابا. نانديش تعال اقعد، بلش فطور مع أمك ناندو. يلا اقعد. تعال حبيبي اقعد، اقعد مشان تاكل يلي أنت جبته. معكرونة؟ يلا خلينا نبلش بالمعكرونة. كتير طيبة مو؟ ماتري لقيت اسوارتك هي واقعة بالغرفة. غريب، هي كيف وقعت مني؟ تاني مرة ديري بالك منيح، إذا ما حافظتي على أغراضك رح تخسري شغلاتك الغالية. تعرف أنا ماني ماتري القديمة بعد هلأ، ماتري الإصدار الثاني بتعرف كيف تحافظ على شغلاتها المنيحة. لكن كيف ضيعتيها؟ بالصدفة. آشيش، أنا حققت هدفي من الجاية على المدينة المائية، فينا نرجع على البيت؟ شكلن شكل ظهري، آخ وكتافي كمان، أخ راسي كروم. أختي أنت ما تحسنتي على التدليكي؟ ماتري ما قالت إنه هي قطعت سلك المكيف، وإذا تعطل المكيف فاسوندرا رح تروح على بيتها دغري. بس شايفة هي تعطل والسيئة فاسوندرا لساتها قاعدة ببيتنا وبغرفتي كمان. تعرفي أنا خايفة كتير كروم، إذا فقت بنص الليل وشفت وشة اللي مثل الساحرة واقفة قدامي يمكن موت من الصدمة لبين ما أقدر استوعب اللي شفته بالعتمة. طولي بالك مرتخي، مسكي هذا، مسكي شربي هالشاي اللي عملت لك إياه بإيدي، رح تلاقي كل شفة أطيب من التانية. شاي مميز رح ينسيكي كل شيء. المميز؟ إيه؟ عن جد؟ مميز صح. خدي جربي. حاطط بقلبه شي تاني؟ أنت شربي وشوفي. إيه يلا هات لشوف. إيه معك حق يا أم، صحة. بس أنا كنت بدي أعلم ماتري درس، نزعت لي المكيف تبعي، بس هي اللي رح تدفع أجر تصليحه كلياتها. إيه بس أختي، نحن ثلاثتنا كنا مع ماتري وقتها. وإذا؟ ليش هي يلي رح تدفع الأجرة؟ روح جيب المصلح وتعال بسرعة، فاسوندرا ما رح تروح، انسى. لك أحكي غير هذا الحكي؟ يعني على القليلة إذا أختي راحت على غرفتها رح تقدر تنام وهي مرتاحة. إيه معك حق. رح حاكي. جدي أم ستي ستي سونا، أنا أجيت. إيش أنت أجيت؟ نحن أجينا، نحن أجينا. إجا حبيبي، أهلا وسهلا. اللي أنت انبسطت هنيك يا ترى؟ إيه ستي سونا، نحن انبسطنا كتير هنيك. برافو. أنت مريت على عائلة ميشرا مشان تجيب معك متري وأنت راجع على البيت؟ لا ستي، خالتي كانت معنا بالمدينة المائية. شو؟ متري راحت معكم كمان على هذا المشوار؟ فهميني أنت شو بدك لحتى تتركي كنتي مع ابنها وزوجها لحالهم شي يوم؟ احكي، أنا مستعدة أعطيك اللي بدك يا مرت عمي. بالصدفة كنا بنفس المدينة المائية يلي هي راحت عليها مشان الاجتماع. وهي الصدفة ليش ما بتصير معي أنا مثلاً شي مرة هالحياة؟ يعني هالشي مو غريب شوي؟ ليش بس معها؟ صدف ما بتصير غير معها هي بالذات؟ اهدي خالتي، نحن انبسطنا كتير بوجودها. بصراحة نحن كنا لازم نخطط هيك من قبل، نروح سوا ونقضي الوقت مثل زمان، مو هيك ماتري؟ شو ناندو؟ انت شو عم بتقولي؟ انا عم وقف بصفك وانت دغري بتغيري موقفك؟ خالتي هي مو انتخابات لغير موقفي؟ نحنا مو عائلة؟ ولما بيفوت حدا على العائلة ما في مجال يطلع. مو آشيش؟ بلا ناندو. الجو هون ليش كتير شوب؟ رح أعمل عصير ليمون إلنا كلنا، ماشي؟ لحظة لحظة بنتي، دمعت عيني وانبسطت كتير،
بعد ما سمعت منك هالكلام الحلو. خالتي كنت العيلة الحقيقية عم بتحاول تلم شمل العيلة على بعضها. بصراحة أنا كتير مبسوطة منك بنتي. شو أعمل؟ ماني عرفانة. تعرفي شو؟ أنت لا تعملي شي، أنا وكوروم رح نعمل عصير الليمون. يلا تعيك حبيب جندو. أنت شفتي كيف؟ إذا أنت مبسوطة الكل هيك. ناندو صار وقت الأدوية تبعك، تعالي. طيب ماما. جاي أشيش، فاسوندرا انصدمت كتير بعد ما شافت ناندو هيك. رجعت أخدتها، بدها تلعب لها بعقلها. بعد هلأ ما عاد فيها تأثر عليها، رح تعرف كيف ترد. ناندو، ناندو انتي شو عم تعملي؟ شو عم يصير معك؟ كيف بتشتكي من ماتري مبارح؟ واليوم انتي واقفة بصفة، شو حذفتي من عقلك كل يلي شرحت لك اياه من قبل يعني؟ شو؟ واو ماما، أنا فخورة إني بنتك، تأكدي من هالشي. قصدي يعني إني مثلت بطريقة انتي ما عرفتيني فيها. يعني؟ يعني إنه صداقتي مع ماتري واهتمامي بسعادتها عم بتظاهر فيهم قدام الكل. خطتي الحقيقية هي إني بعد ماتري عن حياتي وعن بيتي كمان، لأني وقتها رح أقدر سيطر عالشي اللي خسرته بالمرة الماضية لما تطلع ماتري من هالبيت. إيه وشو هي خطتك؟ خطتي على قد مو بسيطة، هي مباشرة. رح أضطر بعد ماتري لأقدر رجع أشيش بطريقتي. أنا عملت خطة لزوج ماتري مرة تانية. ورح ترضى؟ البنت يلي ما رضيت تتزوج من 6 سنين، ليش بدها ترضى تتزوج هلا؟ بعدين إذا تزوجت رح تضطر تترك هالبيت. ليكي أنا بضمن لك إنه ما رح ترضى. ماما وثقي بكلامي، مو أنا بنتك؟ أنا بعرف منيح كيف حول الأحداث لمصلحتي أنا. وقصة إقناع ماتري بموضوع الزواج هي خليها علي. تمام، إذا واثقة بحالك هالقد أنا متأكدة حتقدري، وأنا حأدعمك كمان باللي بتحتاجي. لهيك أنا في ببالي شاب مناسب لماتري، خبرك عنه. حلو يا ماتري، مرتبة مكتبك بطريقة تساعدك إنك تقومي بكل شغلك وتهتمي بنانديش سوا. بس ماتري أنتي عم تعملي كتير كرمالنا، خاصة إلي أنا، فواجبي أنا كمان أعمل لك شيء إلك. مثل شو؟ قصدي يا ماتري حاسة كتير بالذنب، قصدي أنا فيني قول إنه عندي هذا البيت وهي العيلة